ولازم انكسرها. الهدنة انتهت. آه. إيه طبعا. شنو اللي يبقى من الهدنة بعد يضربون عين الأسد البارحة واليوم ينضرب تاج بغداد جنوب بغداد. باكر عقبة يصير أكبر من هذا في المرحلة القادمة. هم ناويين ترى ما ناويين ضد أمريكا يعني عفوا للكلام. هم لا محاربين إسرائيل بهاي الطريقة ولا محاربين الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه خطاب كتاب حزب الله قبل يومين، خطاب حسين سلامي قبل يومين، خطاب هذا العامري قبل يومين، دي يتكلمون بخبث عن المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية يعرفون أن المملكة العربية السعودية راح تروح على اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وراح تروح على موضوع التطبيع بشروط أمريكية أو بشروط سعودية إذا جت تروح. فهم يعني دي يشوفون أن 7 أكتوبر فشلت فشلا ذريعا في منع المملكة العربية السعودية من التطبيع أو في إنجاز الاتفاق. فهم دي يواجهون السعودية، لكن الحقيقة هم محليا دي يواجهون أخطر شيء تقوده. شوف هم ما دي يعرفون أو ما دي يقولون أو ما دي يدركون أو يدركون وما يقولون أن القيادة المركزية الأمريكية اللي بيها 23 جيش هي الراعي الرسمي، هي الحليف الدولي اللي من ضمنها إسرائيل، هي الحليف الدولي لموجود لإقليم كان المفروض ينشأ من زمان لمعالجة المركزية العراقية اللي رأيت تقتل الكرد وما قدرت، والآن يريدون يقتلون السنة وما يقدرون يروحون على 1400 سنة مثل ما يقول واحد من عندهم من أبو بكر إلى أحمد حسن البكر. هو إحنا شو كنت حكم للخاطر الملائكة من معاوية لليوم؟ شو كنت حكم نجاهم الحجاج وكسر خشوم؟ بس إحنا ما حكمنا بالعراق صراحة، جو البويهيون وراحوا غير البويهيون. من هنا أنا أقول لك أن العراق داخل بعشرة جديدة، مو عشرة 2014-2024، عشرة 2024-2034 وأول سنة طيب 2034 راح يصير الشغل بهذا الطريق. أغلب آسيا على هاي الملي أغلب اللي يسمع إلى أنه ماكو دعم دولي،